فوزير حكاوي جدي برعاية تتبيلة الدجاج وتجهيزه وجيك طازة ومقرمشة وسخنة. أوه حاجة صح ومش ضايق. البيتزا الأمريكية اللي مطيب اللي على الحطب وطعمتها خيال. وننصحك تجرب مكان التغدى والتعشى فيه وانت متريح وهرجة عويتك في صالة الملاهي وانت لاهي في عشاك وغداك بس متريح. هذه حاجة فوق الخيال. أكيد عرفتوا على من نحكي. نحكي على هابي تشيكن بنغازي بالعون بجوار جامعة العرب الطبية البيضة قرب الإذاعة خلف مصرف الأمان طبرق ميدان الشهداء جنب مصرف التجارة والتنمية شحات الطريق الرئيسي مقابل شركة البريد. هابي تشيكن هابي تيستي. للمشاركة في فوازير حكاوي جدي وتقولولنا شن عنوان حكاية اليوم. للإجابة والدخول للسحب في جائزة البرنامج تواصلوا معنا على صفحتنا. حكاوي جدي مش أي حكاوي. بسم الله أول مبدأنا صلى الله علينا بينا. نحنا كل نهار معانا مغزى في سر حكاوينا، لكن بيش يتم هنانا نبوها فرحتكم بينا، وكل واحد فيكم بمانة يسمعنا ويرد علينا، وإن شاء الله يبقى ملقانا يذكر بالخير اللي فينا. نبو لمتكم يلانا في حكايتنا كان بدينا. حكاوي جدي. مرحبا يا جدي. مرحبا. مرحبتين مسلوم. مش حالك يا جدي؟ مش حالك تقول غير كأنك طولت. بس هالكمس تريح كمس. الله يديها شباتي. كنت في هطلة مانع على خطر هالة فتيفة، لكن عد ما أضر شيء إن شاء الله خير يا جدي. خير تريح شوي. خطرها يا جدي. نقلنا جاك واحد من الصبح وسأل عليك وقلت له رغم الصبح طالع وعطاني هالكرت وقال لي عطيه على جدك وسلمني عليه واجد. من هو يبقى توريني هاي تترى؟ خذ الكرت هاي. هاي ترى شكله كرت فرح يا جدي هذا. ما شاء الله ما شاء الله. هذا رفيقي الحاج بالعيد عنده فتحة وليدة ودير غداء في قاعة إن شاء الله مغير فيها عصيبينات. ما شاء الله. نقل لك صدقت يا جدي، نقل لي بنمشي معك. أنا تعرفني حشيشة الغدوات والعشوات والصلاة. والله ما عندك مشكلة، لكن إن شاء الله ما في قسم مشيتنا سنوه على الأبيض يطلع رزقك كوي. لكن قول لي يا باتي إن شاء الله غير عزمت عليه وقلت له تفضل لك ودرت له جو. يعني شنو يعزم عليه؟ شنو غداء ولا فطور ولا شنو؟ خششت الحوش ودرت العصير ولا قبل شي حاجة. والله يا جدي نسيت. سامحني يا جدي. معقولة يا سلومك؟ عيب يا ولدي. ناشن علمتك؟ مش قلت لك أي إنسان أكبر منك لازم تعطيه كامل احترامه وكأن أبوك ولا جدك؟ والله صدقت يا جدي صح. لأن حتى رسول عليه الصلاة والسلام قال لنا ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. أيوة. لو كان كل حد فينا احترام الكبير رانا في خير وما يطرانا صوبك في هالدنيا. وبهي يا جدي علش نحترم الكبير يا جدي؟ لأن أولا هو إنسان مجرب في هالدنيا، يعني زي المعلم تشوف أخلاقه وتقتدي به وتلقاه عند المشورة لأي أمر محيلك في هالدنيا. أنا خبرته واسعة. والعرب لولا شن قالوا؟ قالوا انشد مجرب ولا تنشد طبيب. انشد مجرب ولا تنشد طبيب. أيوة. وبعدين الإنسان الكبير الصالح هو أقرب لله سبحانه وتعالى. والله يا جدي كان جاء مرة تانية تو نعزمه، كان عزمنا على فرح تنقوله تفضل اشرب قهوة واشرب عصير، وبعدين احنا بنمشونا مش عندك قهوة وعصير. جدي براوة يا ستوم براوة. انت احسن ما فيك تسمع في الكلام ويأثر في كلامي. مش كيف باترك اللي مدهشني وعلي طار احترام الكبير. شو رايك نحكي لك حكاية؟ ان شاء الله حتى مضغضة في حكاية. يا باتي نحكي لك قبل ما نخش ونلف. كان يا سيدي في راجل فقير لكن طيب ومحترم، كان يحترم في الجيران يحترم في الكبير وكان رحيم جدا على العيال الصغار، وكان عنده 3 بنيات وعيل واحد. وفي يوم من الايام مرض وليده وشاده للمستشفى، لكن للاسف ما لقاش علاج في المستشفيات العامه، لكن في الخاصه لقى العلاج وطلبوا عليه مبلغ كبير. يعني البات مسكين مش حيقدر يلم لها الفلوس ويعالج هالعيل.
رد الباد بوليد عند الحوش وهو حزين وخاطر مكسور يصعب حتى على الكفر، مش عارف ما يدير. وبعد 3 أيام جوه الناس في الحوش اللي هم من كبار الشارع، يعني الناس العقال كيف ما يقولوا، تمام، جو يسولوا في العيل ومدوا الباد ظرف فيه فلوس. قالوا له يا حاج هالظرف عدي عالج بيه وليدك ودي اللي عمليتها. قالوا له نحن درنا هالخير لأن ولدك هو الوحيد في هالحي اللي يحترم فينا ويحترم في الكبار وديما كويس ما شاء الله عليه، ووليدك هذا هو وليدنا كلنا، نحن نبوه يعيش وعيالنا حيتعلموا من وليدك لأن ديما يمشي معهم للمدرسة. معناها شنو يا باطي؟ العيل العطيب يتعلم من؟ من عيل الكويس، عشان هيك نحن نبوه ديما معانا، وهذا اللي خلانا اليوم نصبوا معاه ولمولة بشي عالج ويتعافى. الله عليك يا جدي. هكي تمينا حكايتنا، شكرا للي تابع فينا. غير العنوان الحلقتنا عنكم بالعاني خبينا، تتصلوا هذه فكرتنا، تقولوا عنوان حكاوينا. في كل حكاية غايتنا نحكو عن صفة تعنينا، بكرة تجدد لمتنا، يا ريت الكل يراجينا، وتبقى هالدنيا رضتنا كان انتو راضين علينا. حكاوي جدي. للمشاركة في فوازير حكاوي جدي وتقولوا لنا شن عنوان حكاية اليوم، للإجابة والدخول للسحب في جائزة البرنامج تواصلوا معنا على صفحتنا. حكاوي جدي، مش أي حكاوي. فوازير حكاوي جدي برعاية تتبيلة الدجاج وتجهيزه وجيك طازه ومقرمشه وساخنه. اوه حاجه صح ومش ضايق. البيتزا الامريكيه اللي مطيب اللي على الحطب وطعمتها خيال. وننصحك تجرب مكان التغدى والتعشى فيه وانت متريح وهرجة عويتك في صاله الملاهي وانت لاهي في عشاك وغداك بس متريح، هذه حاجه فوق الخيال. اكيد عرفتوا على من نحكي، نحكي على هابي تشيكن بنغازي بالعون بجوار جامعه العرب الطبيه، البيضه قرب الاذاعه خلف مصرف الامان، طبرق ميدان الشهداء جنب مصرف التجارة والتنمية، شحان الطريق الرئيسي مقابل شركة البريد. هابي تشيكن، هابي تستيك.